ثلاث أيام أبعد عنهم، لكن أنا من أجلهم يا شيخ. طيب هل هذا مبرر المرأة إذا زوجها اشتغل وتعب وكدح أن تفعل؟ يا جماعة فعلا نحتاج إلى أزمة، عندنا أزمة أخلاق. عبد المجيد من السعودية، تفضل أخي عبد المجيد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخي عبد المجيد. يا شيخ أنا عندي تعليق، بس أنه الوالدين هم اللي ينشئوا في البنت أو الولد العفاف، فعندك الوحدة اللي مسافرة مثلا بعثة مع أخوها أو مع زوجها أحسن. تبتعد عنه فترة وساعات كثيرة، ولكن العفاف يكون في الدم، يعني يكون في صلب التربية. فإذا كانت متربية صح هتكون كويسة مع زوجها مع كل يعني أخي عبد المجيد أفهم من كلامك أنك أنت تحمل الوالدين يعني سبب هذه المشكلة، أنه إهمالهم، يعني إهمال الوالدين، عدم المتابعة، يعني يثقوا في الثقة مطلوبة من هنا، حدود يعطوهم حرية ولكن بثقة لكي ما يتعدوا الحدود ثم يخرجوا عن العفاف. العفاف هو ستر، حجاب للرجل والمرأة. شكرا شكرا أخي الكريم، ما يكون في الوجود طبعا. شكرا يا عبد المجيد، الله يعطيك العافية. أخي عبد المجيد ذكر نقطة مهمة، قال إهمال الوالدين يعني يقول يعني لازم في متابعة. صح، نبغى نعطيكم الثقة يا أبنائنا وبناتنا، لكن أيضا الأبو يكون النبي سلم لما وجد عمر بن سلمة يده تطيش في الصحفة تابع ونصح مباشرة، يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. أبنائكم يحتاجون توجيه يا أبا يا أمات، ازرعوا فيهم الثقة، لكن النصح لابد أن يستمر معهم. أم محمد من الجزائر. السلام عليكم. وعليك السلام، أهلا بأختي من الجزائر. أهلا. أنا مرأة مطلقة بس الرجال يتحرشون بي. أم أحمد أنت امرأة مطلقة؟ نعم. والرجال يتحرشون بك، حتى في تويتر أحدهم الآن رسل. نعم. يقول أكثر ما يقع يعني والعياذ بالله بعض التصرفات عند المطلقات. أنا إنسانة متحجبة وكما قلنا متفطرة، ولكن الرجال كما قلنا يتحرشوا بي، يعني لما نخرج هكا الحالة. لبسك محافظ يعني أم أحمد؟ أم أحمد ذكرت مشكلة يا جماعة مهمة. سبحان الله، يعني الرجال أو بعض الرجال عندهم فعلا سهام مسمومة وذئاب بشرية. قالت يتحرشون بي. أم أحمد تقول أنا محافظة على حجابي، أنا أتمنى أنك فعلا تكونين محافظة على حجابك، لأن بعض النساء الله يهديها تقول أنا محجبة ونصف شعرها طالع. أنا محجبة، أنا أخذ بقول الشافعي بكشف الوجه، ما في مشكلة، أخذت بهذا القول معتبر عند العلماء، لكن لماذا الكريمات؟ لماذا الحمرة؟ لماذا المساحيق؟ الأمر الثاني، أنت إذا علم يعني هل يا أختي أم أحمد أنت مضطرة أن تخرج لوحدك؟ حاولي أن يكون معك أحد، أمك، أختك، أخوك إذا اضطررتي. والأصل ترى يا جماعة، الأصل في المرأة، الأصل أنها تكون في بيتها، لا تخرج إلا لضرورة، وخاصة يعني خاصة المطلقة ولا غيرها، حتى ما تكون النظرات والشبهات عليها، فضلا حتى المتزوجة، ولابد أنها تعرف غيرة أهلها وغيرة زوجها. أنا كنت قبل أسبوع في المدينة النبوية وذهبت إلى مزرعة الزبير التي أعطاها النبي له، وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول كلام عجيب. قالت كنت يعني أخدم في مزرعة الزبير وأحمل النوى على رأسي حتى أتي إلى يعني وسط المدينة. والله يا جماعة حسبت المسافة لو مشينا على أرجلنا من مزرعة الزبير إلى بيتي مسافة يمكن نصف ساعة مشيا وهي تحمل النوى. أثناء الطريق الرسول رأى أسماء فأناخ دابته، فقالت والله يا زبير من أناخ الداب؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال اركبي. قالت لا، تذكرت تقول يا زبير والله تذكرت غيرتك أنك تغار فلم أركب. ففرح، قال والله لحملك النوى أهلا علي من أنك قد ركبتي معه. المرأة إذا عرفت زوجها يغار
تبتعد عن مواطن الشبهات والمشاكل. وأيضا الرجل يثني على المرأة ويرفع من معنوياتها حتى تكون ما شاء الله مميزة في عطائها وفي حفظها على بيته وحجابها. وحزني على بعض الشباب, حزني على بعض الشباب والله العظيم, عندما امرأته تكون محافظة على حجابها وجلبابها ماذا يفعل أو يصنع؟ يقول انزع القفازات ما يصلح, كأنه يحارب العفة. يقول لها أنت حاطة خيمة على رأسك, يقول إيش هذا الغراب الأسود, أنت تذكريني بجدتي. عجبا وعجبا لبعض تفكير بعض الشباب. لذلك يا أخواني أيضا أنا ما أدعو إلى الشك, ترى الشك الزائد هو سبب من أسباب الخيانة. نحن نريد أن نفرق بين الشك والغيرة. الغيرة هي ضرب من ضروب الحب, نوع من أنواع الحب, لكن الشك هو مرض يؤدي إلى الهلاك. أخذ أختي أم منار من السعودية, حياك الله أختي أم منار. ألو. أهلا بأختي, حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أبغى أنوه بالنسبة للخيانة الزوجية, يعني بالنسبة لأسباب هي من ناحية إنه تكون الحرمة يكون عندها جوزها دائما مشغول ما يعطيها حق, من ناحية الكلمة الحلوة, من ناحية الأسلوب, حتى الحنان, حتى مثلا الكلام العاطفي, يعني لا انه يعطي حق وقته, حتى الابتسامه في البيت وفي يعني الجلسه ما يجلس ما يتكلم مع عياله, دائما برا دائما مشغول, ما يعطيها حقها من ناحيه الحب والحنان. ما يعني انا ما ابرر هذا الشيء, بس أحسنت. انا اقول يعني ممكن انه دافع, لكن يعني سؤالي لحظه من زوجها, واذا كلمت زوجها ما يعطيها للامور يعني انها مهمه, بيقول انها تافهه. أم منار خليك معي لحظة, الله عافيك, اسمعيني. أيوة. أنت تسمعيني؟ تسمعيني أم منار؟ أيوة أسمعك. أسمع الله عافيك. أنت كلامك يعني إن شاء الله على العين والرأس, لكن يا أم منار يعني بعض النساء يغيب زوجها عنها بالأشهر, ربما زوجها ربما يكون مشغول عنها, ربما يكون جاف أو قاسي, لكن في وازع ديني ربما يمنع المرأة. يعني بسألك سؤال الآن, هل يعني أنا معك وأيدك أن الرجل لابد أن يبتسم, لابد أن يضحك, لابد أن يمرح. أنت ذكرنا فوائد حتى اللمسة بين الأزواج لها فوائد عظيمة, لكن أيضا يا أختي لابد أن يكون عندنا وازع ديني ولا نجعل هذا مبرر, صح ولا لا يا أختي أم منار؟ أنا ما أبرر هذا الشيء, بس أقول ممكن أنه يكون يعني مش خيانة كاملة, لا انها مثلا تناظر مثلا, او انها مثلا يلتفت اسلوب مثلا, ان كانت حصلت اسلوب مثلا جميل ولا شيء, بس انا ما يعني اي دار. احسنت احسنت دكتور, بس انا يقول ممكن هذا بقى صحيح الأبوال. صحيح الله يعطيك. يعني انا مر بتجربة فعلا احصل ان الفراغ العاطفي ممكن يؤدي ان لهذا الشيء, واهمال الزوج الكبير لعياله مثلا, لها من حقوقها انها يعني دائما مش ان بس مسافر. يعني هل تؤيدين ام منار نضع حلقه؟ هل تؤيدين اهمال من ناحيه هذه الشغله بالذات؟ شكرا. اخذ ابو عمار من الجزائر. ابو عمار حياك الله انت على الهواء. بارك الله فيك يا شيخ, وحياك الله وجعلك نورا ونبرصا للمسلمين يا شيخ. الله يعطيك العافية أبا عمار. أريد منك تفضل. انقطع الاتصال من أبو عمار, كان يريد منا طلبا. طبعا الله يعطيها العافية أم منار ذكرت نقطة مهمة, قالت الفراغ العاطفي. أنا الحقيقة الفراغ العاطفي والجفاف العاطفي فعلا يحتاج إلى حلقات, وإن شاء الله عدكم إن شاء الله سيكون إن شاء الله بعد ما يعني تدخل على موقع الرسالة وفيسبوك أحلى بيت, رح نضع لكم عدة مواضيع, اختاروا الموضوع اللي تبغونه وإن شاء الله سوف نتحدث عنه. في التويتر يعني جاءنا ما شاء الله من أخينا زياد الهيبي, يقول يا شيخ أن من أثار الخيانة على المجتمع ستنتشر الرذيلة, وقد ذكروا أنهم وجدوا طفلا قد وجدوه عند مزبلة. فعلا أنا اليوم قرأت خبر والله أبكاني وأحزني أن طفل لقيط وجدوه عند ورشة عند مزبلة. ما هو العلاج؟ ولا تقرب الزنا, انتهت القضية. أخينا بندر, بندر من السعود. أم بندر. أم بندر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. أهلا أم بندر, حياك الله يا أختي.
حياك الله يا شيخ. مبندر العفة وعندما ينتحر العفاف موضوع فعلا نحتاجه في هذا الزمن يا مبندر. مبندر فعلا نحتاجه كثير يا شيخ، خصوصا أن الفتن ازدادت. نعم نعم يا شيخ، فعلا ازدادت الفتن وازدادت أشياء كثيرة تعرض المرأة في الداخل وفي الخارج. في الداخل طبعا الفضائيات، وفي الخارج كثرة الأسواق وكثرة المغريات طبعا التي نراها في الخارج. هذه كلها تؤدي يعني إلى أن المرأة لابد أن تكون دائما في صلة دائمة بالله، وصلة قوية جدا. وعليها أهم شيء، أهم شيء يا شيخ، لا تقطع الصلاة قيام الليل. الله يعطيك العافية.